اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته 34 والذي عقد تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، وذلك على مدار يومين بالقاهرة. وفي الكلمة الختامية لأعمال المؤتمر وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الشكر والتقدير لضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والمثقفين والبرلمانيين والإعلاميين والكتاب، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر. نحن ما بين مختتم ومبتدئ، ما بين مختتم لهذا العمل أو هذا المؤتمر العلمي، وما بين مبتدأ للانتقال إلى التطبيق لمخرجات وتوصيات هذا المؤتمر، والتي لخصناها وجملتها من بحوث السادة العلماء والمفكرين والكتاب والإعلاميين المشاركين وما تم وضعه عليها من لمسات وتعقيبات.